يلا يلا عيب يلا عيب خش عليه عيب ايمن جاي لنا الدخيله وجاي ياخد الكلب هيرو وقال لك انا هلبسه الكمامه هو الراجل بيعيش اهو ولبسونا لبسناه المشنقه وربنا المستعان العب يا ايمن العب يا ايمن العب يا ايمن جدع يا ايمن عايزين كمامة هنا انا قايل لك وانت جاي هات كمامة ولا ولا بس انا هطلع طبعا احنا غيرنا الكمامة عشان الكمامة صغيرة وجبنا واحدة تانية ربنا المستعان طبعا لازم تدي عشان ما تتفكش في العربية ولا حاجة انت في العربية معاك ناس انا وانا جايبه المرة اللي فاتت كان هلو. قاعد لوحده هات له يا مروان اعمل له كل حاجة عايزها يا تاني هات له خرام اظبطها اتفضل يا اكسلانس دينجر مش كلب سرع النبي سرع النبي استنى هيخرمهالك هيخرمهالك وبعد ما خرمنا الكمامة وايمن هيجرب تاني هيلبسه تاني جرب حظ يلا يا عم ماشي
يا جدع. هي دي هي دي الكلاب الجدع. جدع على هيرو. انا هيرو. اوعى الباقي اللي الجدع تخلعه. اوعى عشان هيرو ما بتهزرش. اهم حاجه الكام. اوعى الكام. صلي على رسول الله. الكلب مبسوط بيها جامد ناحيه القايم، عمره ما هيعرف يلبس الكمامه ابدا. بغيره يا هيرو. انا قلت له اجيب ابره بنج ونديها له نرتاحه، قال لي لا لا، الناس بتقول لي ابره البنج لا. طب عيش حياتك يا عم، عيش حياتك. خش على الجيم، خش عليه. كده كمان بص ده الكلب ايه يعني مخنوق. يعني نوع المشنقه دي كنا قعدنا لغايه الصبح. رحنا مستشفى. اقرب حاجه عندكم ايه؟ الانفوش. اوعى تقطعها. العب يا ريس الدخيله وناس الدخيله. اول وتاني وتالت. يلا انا بصور. كده فدي بايظه مش هتجيب عليا. اه ما تشبطش. ايمن بص تعالى انت من هنا. بص شوف ال بتاع فين بتاع الطوق اهو. الطوق هو لابس طوقين على فكره. اه هو بقى يشد كده وانت تحط الطوق من تحت. هتلبسه تنزيل طفولك. هتلبسه تنزيل. هنفتح البوابه هتسحب انت الجنزير كده على طول. طيب ما هو الجنزير ما هو عايز يحطه في الطوق. ما هيحطه دلوقتي. طيب ما احنا بنقول اهو انت هتمسك كده اهو وهو يحط الطوق. عشان الباب هيتفتح فتحه واحده على بعض. ايوه هو عايز. هو عايز يمشي معاك بالطوق. هو عايز يمشي معاك بالمخنق. عمل حاجه انت تشد وما تشد. حلو قوي. انت تشد وانا شد. انت تشد وانا شد. يلا ايوه. الجنزير بقى من هنا. ايوه هي دي بقى اسهل حاجه دي. هنحط ايدك. هنحط ايدك. يلا يا ايمن. 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 يلا يا الطوق من تحت. الطوق من تحت. اهو 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 اهو.
ما هو على الكمامه هتتحرق الكمامه بس سايب سايب يلا يلا هات بس زي ما انت ماسكه كده خدها مروان حطه في كده كده عمو ماسكه معاك جهزنا العربية وعملنا له نور اهو لايت سيستم بقولك عملنا له لايت سيستم لا حطينا 14 جراية ورشين ماية بص بص مروعين على الكلب ازاي نور وشغل وحركات وصلي صلي صلي وصلي يلا ايمن ربنا يبارك لك خير يا ايمن ها كده امين يلا يلا بينا يعني في انا شنو جوه الله ينور ابو ملك المشنقه دي عامله شغل جامد بص لف بقى الجنزير لف الجنزير على الكرسي تحت الرجل في الرجل ايوه في الرجل من تحت لف الجنزير وهو لما يطلع بقى واحده واحده طلع طلع قرب قرب اقعد معاه بقى احكي له حدوته اه جابه معاه حط الجنزير حط الجنزير اه اربط اربط الجنزير امان عشان لو لا قدر الله حصل حاجه ما يبقاش الكلب في ايدك يبقى مربوط يبقى بعيد عنك كله هيتعور النهارده لا يا عم ان شاء الله خير يا عم ما تقلقش بص يا هيرو ما اسمكش هيرو اولا عشان الاسم ما بيجيش معاك اسمك روح قال له الاسم يا عم عادي اسمك خطر روح المديريه قول لهم عايز اغير اسم الكلب هناك اعمل له تسنين بص يا ايمن ما هو القفل اهو شايف القفل مشنقه اربط القفل في القفل انا قفل في قفل في قفل اللي انت ربطه في رقبه اه ايمن وفي قفل يا ايمن مش في قفل في ده ورايا ايه مالك المشكله هناك ما فيش خناقه ابو مالك فين مشنقه لا مش مشكله هينزل من غير المشنقه هينزل هينزل عادي ان شاء الله الكلب فاهم كانت مفكر ايه طب اشنقه ولا اسيبه المرخ كده يعني اربط يبقى الجنزير متساق انتوا في ناس راكبه ورا اقعد اه جنبه خلاص ايمن مش معادي الجنزير اقعد خليك بقى ماسك الجنزير على ايدك شد الماسوره مش هشد وانا أيوة. بعملها تاني عادي اي حاجه فداكم خد مروان استنى خليك اسحب 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 خالص اطلع بره اسحب بقى طرف اسحب طرف اه اسحب صلع على الصلاه صلع على الصلاه ربنا يبارك لك يا مون مون يا مون طيب ايمن تضحيه يا نهار اسود يعني حتى لو ايمن عايز يملص ولا يحصل حاجه ربط عليك كراسي ايه اهم حاجه هم ايمن اهو الدخيله وناس الدخيله سلم لي بقى على اسمه ايه هيرو سلم لي على حبه ثلاجه وسلم لي على كل اسمه يرزقكم خير يا عم ان شاء الله بص يا اما زنقه وايمن زنقه ايوه لما الكلب ده لو فك ده انت هتتخرب سلام